كان لدى الملك نبوخذ نصر في بابل حلم مروع عن شجرة رائعة كانت توفر الظل للحيوانات. نزل ملاك آمراً بأن تقطع الشجرة، مما جعل الملك قلقاً ومضطرباً. استدعى نبوخذ نصر حكماء بابل مطالباً إياهم بتفسير حلمه وكشف محتوياته. اعترف الحكماء المملوءون بالخوف بعجزهم عن الوفاء بطلبه، مما ترك الملك محبطاً. أحضر النبي دانيال أمام الملك لتفسير الحلم. شرح دانيال أن الشجرة تمثل قوة نبوخذ نصر التي ستؤخذ منه كتحذير إلهي. حث الملك على التوبة والابتعاد عن خطاياه حتى يتمكن الرب من إنقاذه من هذا المصير. بعد عام وقف نبوخذ نصر على شرفة قصره متفاخراً بإنجازاته وعظمة بابل. بينما كان الملك لا يزال يتحدث، أعلن صوت من السماء أن مملكته ستؤخذ منه. في لحظة سقط على الأرض وتحول إلى وحش زاحفاً على يديه وآكلاً من العشب. عاش لمدة 7 سنوات في البرية، يفقد كرامته الملكية ويتجول كحيوان بري معانياً من إذلال كامل. في نهاية 7 سنوات رفع نبوخذ نصر عينيه إلى السماء وعاد إليه فهمه. مدح الرب العلي واعترف بسيادته الأبدية. أعيدت مملكته ومعها جاء المجد الأكبر. ممتناً أشاد بملك السماء، معلناً عن حقائق أعماله وعدل طرقه، مستعيداً كرامته كحاكم محبوب.